ماما شو هالموهبة يلي كانت عندك براتيبة وأنا يلي دمرتها؟ يعني كأنه كنت مفكر حالك حتصيري نجمة مشهورة بالبلد. أكيد هلأ أنت متفاجئ لأنك عم بتشوف رسالة مني. شو أعمل؟ آخر فترة هيك صارت العلاقة بيناتنا. سامحني ماهين، بس أنا قررت إنه هاي المرة ما أخذ الإذن منك. بدي أخذ قراراتي لحالي بدون ما أرجع لك بأي شيء. ما بعرف شو رح تعمل أو شو رح تقول، بس لازم قلك إنه بالأخير اكتشفت إني كنت غلطانة. أصلاً ما كان في شي منيح لا بحياتنا ولا كل هالسنين اللي قضيناها سوا.